لا، النوع الثاني من notifications channels هي الداتابيس، وهذا يمكن من أهم النوتيفيكيشن، لأن أنا بس بتصور إنه لازم تكون دائما موجودة عندنا، لأنه حاليا صار أغلب الأبليكيشنز بيكون عندي منطقة فوق في الهيدر تبع الداشبورد مثلا، أو عند اليوزر في مثلا شو النوتيفيكيشنز اللي بتكون موجودة عنده، سواء بوش أو حتى بتكون مثلا مرسلة سابقا. فعشان أنا أستخدم الداتابيس نوتيفيكيشنز، فأنا في الفيا ممكن أستخدم نفس النوتيفيكيشن كلاس هذه، بس أضيف على الميل كمان خاص النوتيفيكيشن شانل اللي اسمها الداتابيز بهذا الشكل. طبعا الداتابيز معناته هاي النوتيفيكيشنز هتتخزن في الداتابيز، إذا أنا محتاج لتيبل لتخزين النوتيفيكيشنز. طبعا هذا التيبل مش هصممه أنا على مزاجي، لأنه هذا التيبل لارافيل هتستخدمه، لازم تكون عارفة شو اسم التيبل، شو اسم الكولومز داخل التيبل. فعشان هيك لارافيل أعطتني كوماند لإنشاء هذا التيبل، PHP artisan make عفوا artisan notification نقطتين table. إذا أنا كتبت بس كتبت غلط notification table. هذا الكوماند بيعمل ملف الميجريشن للنوتيفيكيشن تيبل هذا، تمام؟ يعني هو عمل لي كرييت لملف ميجريشن، يعني هو مش هينفذ هذا الملف، هو بس انشا لي الملف الميجريشن وحلاقيه طبعا في الداتابيز ميجريشن. هاي الملف الجديد طبعا هو هنا حينشئ لي تيبل اسمه نوتيفيكيشنز برايمري كي حق الاي دي. طبعا هنا استخدم نظام اليو اي دي نفس اللي استخدمناه مع الكارت، لانه موضوع نوتيفيكيشنز برضه حتصير اعداد كبيره وحتنحذف وحتنضاف، فبدناش نصل في النهاية انه بعد مدة انه كل الـ big increments values خلصت. الـ string هو الـ type، هنا حقي لنوع الـ notification. نوع الـ notification هنا حيكون اسم الـ class تبع الـ notification، وطبعا ممكن اتحكم فيه. الـ morphs هذا الـ column تحديدا بيعمل لي two column، column اسمه حسب الاسم اللي هنا اسمه notifiable type، وهذا بيكون من نوع varchar، كولوم تاني اسمه notifiable id ويكون من نوع big integer. طبعا هو فعليا في عندنا في لارافيل في موضوع الريليشنز حاجة اسمها المورف ريليشن. فكرة المورف باختصار هنا انه انا ممكن استخدم التيبل مع كعلاقة مع اكثر من تيبل. يعني فمثلا موضوع النوتيفيكيشنز احنا حكينا انا ممكن استخدم اي موديل ابعت له نوتيفايبل نوتيفيكيشن، يعني مثلا نوتيفايبل تبعي ممكن يكون يوزر، ممكن يكون الستور، ممكن يكون ادمن، فانا عندي اكثر من موديل ممكن ابعت له نوتيفيكيشن، فما بقدر اثبت هنا انه هذه نوتيفيكيشن لليوزر اي دي رقم كذا، تمام؟ يعني ما بقدر اضيف حق اسمه يوزر اي دي، لانه طب لو انا مستخدم بدي ابعت نوتيفيكيشن لادمن وعندي جدول منفصل للادمنز، يبقى بدي اضيف حق ثاني اسمه ادمن اي دي. طب بدي ابعت للستور، يبقى بدي احط الستور اي دي، لانه هنا الفكره في النوتيفيكيشنز انا بدي اعرف لمين هذه النوتيفيكيشن راحت. فعشان هيك هنا عشان بدل ما انشئ نوتيفيكيشن لكل موديل، يعني مثلا اروح اعمل يوزر نوتيفيكيشنز، ادمن نوتيفيكيشنز، ستور نوتيفيكيشنز، وفي النهايه كلهم نفس الاستراكشر بس بتغير الفورين كي، نيجي لعلاقه المورف. في علاقه المورف انه انا بعمل حقلين، حقل بحدد فيه مين الموديل هو هنا، وهذا هو النوتيفيبل تايب. يعني في النوتيفيبل تايب حيكون عندي مثلا يوزر، ادمن، ستور، حسب انا لمين باعت نوتيفيكيشن. والنوتيفيبل اي دي هو الاي دي، مثلا الاي دي رقم واحد، طب لمين؟ واحد هذا الاي دي تبع الادمن ولا واحد هو الاي دي تبع اليوزر؟ فمن التايب انا بصير عارف، تمام؟ فالمورف انا ممكن استخدمها لموضوع زي هيك، انا عندي جدول واحد بدي استخدمه مع اكثر من تيبل، فبنعمل كولوم من نوع مورف، هو فعليا حقلين، التايب بيحدد انه هذا من اي موديل من اي جدول، والاي دي هو الاي دي الفعلي تبع هذا الاوبجكت. فعشان هيك مورف حيعمل لي هذا الحقل. طبعا النوتيفيبل هو البريفكس نعتبره، لانه عندي الحقلين دائما حينتهيوا باندر سكور تايب واندر سكور اي دي، فالنوتيفيبل هو البريفكس، مثلا نوتيفيبل تايب، نوتيفيبل اي دي، وهكذا. تيبل تكست داتا، هنا بيتم تخزين الداتا تبعت النوتيفيكيشن. بعدين حنشوف كيف ايش الداتا هذه، يعني اي داتا انا بدي اخزنها في النوتيفيكيشن حيتم تخزينها كلها في هذه المنطقه. وفي عندي حق من نوع تايم ستامب للريد ات، انه هل هذه النوتيفيكيشن اليوزر قراها، شافها ولا ما شافهاش.
طبعا باي ديفولت هي نالابل، بالتالي لو كان حق الريد اب نال فهي هذه الرساله بتكون غير مقروءه او نوتيفيكيشن غير مقروءه، لو صار فيها قيمه وقت فهذا بيكون تاريخ القراءه وبالتالي تعتبر مقروءه زي فكره الديليتد ات. طبعا والتايم ستامبس المعروفه اللي هو متى تم اضافه وتعديل النوتيفيكيشن. هذا الملف احنا محتاجين نعمل له ميجريت. احنا الكوماند الاول فقط انشاء للفايل. طبعا هل انا ممكن اعدل على هذا التيبل؟ ممكن، بس بعدل ان انا ممكن اضيف الكولومز خاصه فيا، تمام، بس بعدلش على الكولومز الاساسيه اللي لارافيل بتستخدمها، تمام. بي اتش بي ارتيسان ميجريت طبعا حينفذ الملف هذا. هذا الشيء الوحيد المطلوب عشان اقدر استخدم النوتيفاير للشانل تبعت الداتابيز. عشان استخدم للشانل تبعت الداتابيز انا محتاج للنوتيفيكيشن ستيبل، احنا هيك انشاناه. الان الخطوه الثانيه بتضل ايش الداتا اللي بدي اخزنها في هذا التيبل. عشان هيك احنا اتفقنا في بدايه النوتيفيكيشنز انه اي شانل انا بضيفها حيكون لها ميثود في نفس الكلاس باسم للشانل. مثلا لما استخدمنا الميل كان عندي ميثود اسمها تو ميل، لان لما هستخدم الداتابيز انا هعمل هنا مش موجوده طبعا، احنا هنضيفها public function to database بنفس اسم للشانل، برضو هتستقبل النوتيفيبل اوبجكت. ايش انا ممكن ارجع هنا؟ ممكن ارجع return لأري. هذه الأري هي البيانات اللي أنا بدي أخزنها في الـ database. وين بالضبط هاي البيانات هتتخزن؟ هتتخزن في الـ data. يعني كل الأري اللي أنا هرجعها هذه الأري كلها هتتخزن في حقل الـ data، طبعا بنظام جيسون أو على شكل جيسون data. فعشان هيك الان موضوع الداتابيز هنا يفترض انه انا جميع النوتيفيكيشن كلاسز اللي حنشئها بعد هيك بتاخد نفس الاستراكشر اللي حاعتمده هنا، لانه هذا الاستراكشر انا حاعتمد عليه لما اجي اعرض النوتيفيكيشن بدي اكون عارف انه هذه النوتيفيكيشن مثلا لها مسج، لها يو ار ال، لها ايكون، لها كذا، تمام. فلازم الريتيرن هذه بدي اعطي بدي ارجع الري اكون انا مثبت شو الاستراكشر انا بدي اياه. مثلا خلينا نحكي دائما اي نوتيفيكيشن لو دخلنا على الداشبورد، خلينا ندخل على الداشبورد عشان هنستخدم هنعرض نوتيفيكيشن في الداشبورد. عندي مثلا في هذه المنطقة هعرض النوتيفيكيشنز، بدل هذه الرسائل الثابتة هنستبدلها فعليا بالنوتيفيكيشنز اللي هتصل لليوزر. طبعا هلاحظ انه في عندي مثلا النوتيفيكيشن، في عندي ايكون مثلا النوتيفيكيشن هذه، في عندي الرساله نفسها تبعت النوتيفيكيشن ايش هي، ولما اضغط عليها مثلا ممكن يوديني على مكان معين. يبقى انا على الاقل ممكن احكي حيكون عندي في النوتيفيكيشن هنا مثلا البادي تبع النوتيفيكيشن او التكست او التايتل، انا بختار اي اسم بدي اياه، وهنا بنحط الرساله. مثلا ممكن ناخذ نفس الرساله كتبناها هنا نيو اوردر كذا مثلا، ممكن ناخذ هذه المسج كلها اللي انا بعتها في الميل واحطها في البادي هنا. مثلا الايكون، لو انا عندي ايكون معينه حاب احددها ممكن نضيف اللينك او اليو ار ال، نسمي يو ار ال انه هذا مثلا اليوزر وين حيروح، يعني لما يضغط على النوتيفيكيشن وين انا حوجهه، تمام. يعني ممكن مبدئيا نوديه على الداشبورد، لان احنا مش عاملين صفحه للاوردرز، بس هي ممكن نحن فعليا نستبدلها بصفحة الاوردرز هنا. هذا الشكل بدنا نعتمده في جميع النوتيفيكيشنز بعد هيك، يعني حيكون دائما اي نوتيفيكيشن لازم يكون فيها بادي وايكون ويو ار ال. لقيت القيمة بتختلف من نوتيفيكيشن لاخر. هذا ليش انا ثبتته عندي؟ انا اخترت الشكل هذا. طبعا انت بيعتمد على كيف انت حاب تعرض نوتيفيكيشن. ممكن انت تحكي لا انا بديش اسميه بادي، بدي اسميه مسج، بدي اسميه تكست، بدي اسميه تايتل، فانت عندك الحرية. بس في النهاية عشان تشتغل صح بده يكون دائما التو داتابيز اللي بجميع النوتيفيكيشنز تبعتك ماخذه نفس الشكل اللي انت اعتمدته. ما ينفعش كل واحده تاخذ شكل ثاني.
طبعا لو في بيانات اضافيه ممكن تستخدمها، بس خلينا نحكي انه انا عندي ممكن يكون شغلات ثابته لازم تكون موجوده دائما، وفي شغلات اضافيه. مثلا انا ممكن ابعث هنا معلومه اضافيه زي الاوردر اي دي مثلا بالنسبه لي المهم هدول، بس هذا النوتيفيكيشن انا ضفت عليها معلومه اضافيه مثلا زي مين الاوردر اي دي اللي تم انشاؤه، وانا ممكن اخذ القيمه هذه مثلا من الديس اوردر اي دي. الايكون خلينا نجرب ناخذ ايكونز من الموجود عندي في النظام هذا، يعني لو اخذنا هذا الايكون ايش هو كيف اعملها. مثلا هاي ممكن ناخذ اسم الكلاس، اذا انا معتمد على نظام مثلا زي فونت اوسوم فممكن احط الايكون مش رابط صوره، ممكن يكون رابط لصوره، ممكن يكون مجرد اسم الكلاس تبع الايكون بيعتمد انا ايش النظام او كيف الداشبورد انا بنيها. تمام، هيك انا صار عندي النوتيفيكيشن هذه جاهزه كداتابيز. طبعا جدول النوتيفيكيشنز حاليا فيش فيه بيانات، خلينا نعمل بس ريفرش هنلاقي هاي تيبل النوتيفيكيشنز هيها. طبعا هاي النوتيفيبل تايب، النوتيفيبل اي دي اللي حكينا عنه. نعمل اوردر جديد، نعمل ريفرش هنا انا عشان هيك اتعمدت انه يضل الاوردر موجود عشان نضلنا نعمل هيك. خلص التوكن هنضطر نعبي البيانات من اول وجديد. فايرفوكس من ميزته انه لما نعمل ريفرش بسيط للفور بضل محافظ على بياناته. في شيء كونكشن مع الانترنت فحاول يبعت على الميل باستخدام الميل تراب، اعطاني مشكله ماشي الانترنت فاصل عنا. أرجع الإنترنت مرة ثانية. undefined variable address. سوري. طبعا هو الآن حاول هنا يبعت address أنا مش معرفه في الـ 2 database. نرجع ناخده زي ما عرفنا فوق من هنا. انتبهنا للنقطة هذه. إذا هو حاول يستدعى الـ 2 داتابيز عشان يخزنها في الـ داتابيز بس أعطانا ايرور، هيك هنضطر نعمل كمان مرة ريفرش. وصل الـ quantity تبعنا وصل لصفر في عملية الـ deduct. الآن عشان أنا هذه الرسالة ما تصيرش دايما عندي، هذه طبعا في الـ listener اللي بخصم من المنتجات، هو حاول يحط قيمة صارت أقل من صفر. اكسبشن زي هذه مثلا انا ممكن اعملها اجنور، فانا ممكن اروح على الليسنر هذا عشان ما لو صار اكسبشن بسبب انه انا عندي هنا الكوانتيتي صارت اقل من صفر، فانا ايش ممكن اعملها؟ احط الكود تبعي داخل بلوك تراي اند كاتش عشان انا اصير انا اعمل هاندلنج لهذا الاكسبشن وما يطلعليش على الشاشه زي ما صار معنا قبل شوي. طبعا ممكن نستخدم throwable exception عام. ما بديش اعمل حاجه بس هيك انا على اساس ما تطلعش النوتيفيكيشن هذه او هذه المسج مره ثانيه. ريفرش الان في الداتابيز حلاقي انه انا عندي هنا صار هاي النوتيفيكيشن اللي تم تخزينها. طبعا التايب تبع النوتيفيكيشن هيكون اسم الكلاس تبع النوتيفيكيشن، طبعا الاسم بيكون مرات طويل، فلو انا بدي اميز هذا التايب باسم مختصر ممكن احنا نعمل كاستمايزيشن على التايب هذا. نوتيفيبل تايب، لاحظوا انا بعت نوتيفيكيشن ليوزر عشان هيك التايب كان عندي اب موديل يوزر. اليوزر انا بعت له نوتيفيكيشن الاي دي تبعه 4، وهي الداتا اللي انا خزنتها طبعا الداتا هذه مكتوب معموله بصيغه جيسون. لو انا نسختها وعملت فيها لصق هنا هاي الداتا
بهذا الشكل، المسج هاي البادي وبعدين هاي الايكون وهاي اليو ار ال، نفس اللي انا عملته ريتيرن. تمام، الريد اد حاليا قيمتها ناقصه. خلينا نعمل اكثر من نوتيفيكيشن كمان مره، هاي كمان مره، كمان مرة ثالثة. هيك مفترض صار عندي في الداتابيس 3 notifications. بس نمسح لنفس اليوزر طبعا، لأن أنا فعليا بعت النوتيفيكيشن لنفس اليوزر صاحب الستور هذا. طيب كيف نقرأ هاي النوتيفيكيشنز وكيف نعرضها؟ لو رجعنا داشبورد لأوت تبعنا، أنا ممكن أبني الآن بنفس المفهوم، المفاهيم اللي إحنا حكينا عنها الآن كله مجرد استخدام مفاهيم، لأن بدعمل أنا فعليا كومبوننت، لأن أنا بدعمل كومبوننت للنوتيفيكيشن منيو، لأنه أنا ما بدي كل مرة عشان أعرض نوتيفيكيشنز أبعتهم مع كل كنترولر، فالحل أكيد إني أستخدم كومبوننت، فبدعمل كومبوننت لهذا النوتيفيكيشن. خلينا ناخذ ال نعمل هذا الكومبوننت PHP artisan make component. الميزة الآن أنا ممكن هذا الكومبوننت أحطه في نيم سبيس خاص فيه، مثلا في عندي كومبوننت مثلا هذا الكومبوننت تبع النوتيفيكيشن خاص مثلا بالداشبورد، فممكن أعمل مثلا داشبورد سلاش مثلا نوتيفيكيشن منيو، هي اسم الكومبوننت تبعي. فانت كمان حتى الكومبوننتس ممكن تضعها في نيم سبيس خاص فيها، يعني كمان حتى تجزئ الكومبوننتس تبعتك او ترتبهم. مثلا داشبورد نوتيفيكيشنز منيو خلينا نسميه. طبعا صار عندي هنا في الفيو فولدر، صار عندي جوال كومبوننت، صار عندي فولدر فرعي اسمه داشبورد بداخل الكومبوننت تبع النوتيفيكيشنز. بدي امرر بدي اقرا النوتيفيكيشنز وامررها لملف الكومبوننت. طبعا لاحظوا حتى ملف الكومبوننت وضع لي اياه في مجلد جوا الكومبوننتس اسمه داشبورد وسمى بهذا الاسم. الطريقه اللي احنا اتفقنا عليها بيكون عندي دائما انا public وبعرف فيها مثلا variable اللي بدي اياه يتمرر ل الفيو، وهنا ممكن اجي احكي له this notifications تساوي، لان دائما النوتيفيكيشن هعرضها هي نوتيفيكيشن خاصه باليوزر اللي عامل لوجن. تمام، يعني هعرض نوتيفيكيشن لصاحب للاوثنتيكيتد يوزر، فاحنا هنجيب اليوزر من النظام الاوث تبعنا اكيد اوث يوزر، هيك احنا جبنا اليوزر، لان هذا اليوزر بيحتوي على ريليشن اسمها نوتيفيكيشنز. هذه فعليا ريليشن، انه العلاقه ما بين اليوزر والنوتيفيكيشن ستيبل هي 1 تو ماني، اليوزر هاز ماني نوتيفيكيشنز. تمام، فانا فعليا استدعيت الريليشنز اللي لارافيل مجهزه لي اياها، انا ما ضفت هذا الريليشن لارافيل ضافت لي. طبعا وين هذا الريليشن معرفه؟ في التريت اللي اسمه نوتيفيبل. لو احنا رجعنا لليوزر موديل اتفقنا انه هذا اليوزر موديل لازم يكون عامل يوز للتريت اسمه نوتيفيبل، فالريليشن هذه انا استخدمتها معرفه هنا. مثلا لاحظوا هذا التريت عملت يوز للتريت الثانيه اسمها هاز داتابيز نوتيفيكيشنز، جواها هلاقي مثلا هاي الريليشن تبعت النوتيفيكيشنز. طبعا هو مستخدم ريليشن من نوع مورف، ما يمكن لسه ما شرحناها، بس هاي الريليشن هو مستخدمها اسمها نوتيفيكيشنز. لاحظ كمان في عندي نوتيفيكيشن اسمها ريد نوتيفيكيشنز، هذه الريليشن مثلا بترجع لي فقط النوتيفيكيشنز اللي تم قراءتها، اللي تحتها unread notifications بترجع لي فقط ال unread الرسائل او notifications اللي لم يتم قراءتها. فانا ممكن احكي هنا notifications وممكن احكي هنا بدي فقط ال read notifications، ممكن احكي له انا بدي ال unread notifications. واحنا في المثال ممكن نعرض notifications كلها، طبعا هيك حيرجع لي جميع notifications لهذا اليوزر. طب انا مثلا في المنيو بدي اعرض عدد معين مش هعرض الكل، مثلا اخر نوتيفيكيشن مثلا اخر 10 نوتيفيكيشنز، فهذه في النهايه ريليشن، واتفقنا في الريليشن انا ممكن ايش اعمل فيها، اعمل اي كاستمايز على الكويري تبعها، ممكن احكي له مثلا هنا تيك او ليميت لعدد معين،
وبعدك انفذ الكويري واحكي له جيت اي ريليشن اتفقنا. ممكن انا استدعي الريليشن نفسها لما احط الاقواس، وبعدك احط اعمل كاستمايز على الكويري تبعها، اعمل اوردر، احط ليميت للعدد اللي يرجع لي مثلا، وبعدك انفذها. اذا حاب انت تبني الكومبوننت تبعك بطريقه انه هذا الرقم تستقبله انت من هنا يكون له ديفولت فاليو، يعني تصير الكومبوننت ممكن تبعت له عدد النوتيفيكيشنز اللي بدك تعرضهم. فانا هيك حطيت في الكونستراكتور تبع الكومبوننت انه انا ممكن استقبل كاونت باي ديفولت 10 اذا ما تمش ارساله، وبمرره للنوتيفيكيشنز. لو طلعنا على هذا الكومبوننت في عندي مثلا هنا ممكن اكون ما هذه النوتيفيكيشن ممكن تكون مقروءه، بس في جزء منها مش جديد، في جزء منها مقروء. فممكن مثلا في المنطقه هذه اعرض الرسائل الغير مقروءه عددهم كلهم قديش. هذا ممكن تنعمل من خلال انه انا ممكن احكي له هنا مثلا، خلينا نعرف كمان فاريبل مثلا نسميها نيو كاونت، عدد الرسائل الجديده. فبدي احكي له هنا this new count يساوي من اليوزر اوبجكت، هحكي له هات لي ال unread notifications، بدي اجيب الرسائل الجديده. طبعا انا ما بدي الرسائل نفسها، بدي عددهم، فبحكي له ال count عندي اللي اياه. في فرق برضو لما انا استخدم count زي هيك بدون اقواس على مستوى الريليشن ومع اقواس على مستوى الريليشن، التنتين حيعطوني نفس الريزلت بس على مستوى الداتابيز في اختلاف. هيك انا استدعيت الريليشن فبالتالي جاب لي البيانات تبعتها، يعني عمل سيلكت اول من الداتابيز للان ريد نوتيفيكيشنز، وبعدين هذا كوليكشن اتفقنا فبقدر اعمل كاونت عليه عديته. لكن هيك انا نفذت جمله سيلكت كاونت from النوتيفيكيشنز، يعني انا عملت هنا عمليه سيلكت كاونت فرجع لي من الداتابيس الكاونت مباشره، يعني رام زي هيك اثر في طريقه الاستدعاء على مستوى الداتابيس. هيك هو عمل سيلكت اول فرجع لي الداتا الروز نفسها وانا بعدك عديتهم. هيك لا، انا قلت له من البدايه انا بدي من الداتابيس سيلكت كاونت رجع لي العدد من الداتابيس قديش. طبعا دول التو فاريبلز اللي هو النوتيفيكيشنز والنيو كاونت انا فعليا حمررهم ل ملف الفيو هذا. ملف الفيو هذا بدنا نحط فيه المحتوى تبع الكومبوننت، هناخده من اللي اوت، اللي اوت تبع الداشبورد لو موجود، وين اللي اوت تبعتنا. منطقة النوتيفيكيشنز ما نبحث عنها، لو بحثت على كلمة نوتيفيكيشنز موجود، شو مسمينها هم. هذه هي notifications drop down، فممكن هذه ال LI كاملة على سبيل المثال امسحها واستدعي مكانها الكومبوننت تبع ال X dashboard، لأن في نيم سبيس احنا سميناها داشبورد دوت، واسم notification تبعتنا سميناها notifications dash menu، نحول ال studly case لكباب case. Notifications أصلاً حرف الـ I هنا ناقص. ممكن أبعت له هنا count الـ variable اللي اتفقنا عنه أو الـ attribute، مثلاً أنا بدي أعرض مثلاً 7 مش 10. هيك أنا استدعيت Notifications Notifications dash menu dashboard مكتوبة غلط. هيك صح. وهي الكود تبعها. لما نيجي نعوض مثلا عندي رقم 15 هستبدله ب ال new count variable احنا مررنا او عرفناه على مستوى ال component. نعمل format document هنا برضه نفس الرقم 15 notifications. هذه ال هذه هي النوتيفيكيشن نفسها. خليني نمسح التنتين اللي تحت هذول من هنا.
هنا نعمل فور ايتش على النوتيفيكيشنز اللي احنا مررناهم. نوتيفيكيشنز از نوتيفيكيشن اند هذا الديفايدر حيطبع مرتين اذا نمسح واحد اند ات. مثلا هذه عبارة عن هذه الايكون، هذه الايكون من وين هنجيب الايكون؟ من الداتا اللي في النوتيفيكيشن. كده انا هستدعي زي هيك النوتيفيكيشن اوبجكت اللي هو الموديل بيحتوي على حقل اسمه داتا. جوا الحقل احنا خزننا البيانات. الان البيانات اللي انا هطلبها من الداتا هي نفس البيانات اللي انا رجعتها من النوتيفيكيشن كلاس. احنا هنا رجعنا body icon، فانا هذه الاري اللي اسمها داتا الان تحتوي، هي فعليا هذه الاري هتعامل معها كانها اري. فالداتا حقل الداتا نفسه هتعامل معه كانه اري، وبطلب منه البيانات اللي انا عملت لها return. مثلا انا هنا حطيت حاجه اسمها icon جوا الداتا. نفس الكلام مثلا هذا البادي تبع الرساله، احنا عملنا جوا الداتا حقل سميناه او كي سمينا بادي. هذه مثلا وقت النوتيفيكيشن. طب هذا الوقت معمول بنظام ريلاتيف بنسميه، يعني منذ 3 دقائق. ممكن اعمل شغله زي هيك، قلت احنا عشان نجيب وقت النوتيفيكيشن فهي من النوتيفيكيشن اوبجكت وحقل الكرييتد اد. طبعا الحقل هيرجع لي تاريخ ووقت. طب انا هل ممكن اعرضه بطريقه زي الطريقه هذه؟ ممكن. لارافيل باي ديفولت الكرييتد اد والابديت اد كولومز هدول تعملهم كاست، تعملهم اوتو كاست، بتحولهم لاوبجكت من نوع كاربون. الكاربون اوبجكت اللي هي المكتبه الخاصه بالدوت تايم تتميز انه فيها مجموعه من الميثودز اللي انا بستفيد منها، ومن ضمن هذه الميثود عندي ميثود اسمها ديف فور هيومن difference for humans، يعني انه يعطيني الديفرنس ما بين الوقت الحالي والوقت تبع الكريديت اد وبشيء مقروء للانسان. طبعا انا قدرت استدعي هيك لانه الكريديت اد اصلا لارافيل حولت ليها لكاربون اوبجكت، فانا استخدمتها لاحظوا كاوبجكت واستدعيت الميثود هذه اللي على مستوى هذا الاوبجكت بهذا الشكل. طبعا هنا اللينك ممكن يكون اليو ار ال حكينا عنه اللي احنا حطينا هنا انه النوتيفيكيشن ممكن يكون لها او مفترض انه لها لينك. هناخد اللينك هذا من الداتا سميناه لينك ولا يو ار ال احنا في الاري يو ار ال. طيب انا حاليا عامل لوجن، مفترض هيك الكومبوننت تبعنا جاهز. انا حاليا عامل لوجن بهذا اليوزر، هذا اليوزر فعليا مش هو اللي استقبل النوتيفيكيشنز، عشان هيك حلاقي انه عنده النوتيفيكيشنز صفر اذا فيش عندنا ايرور. طبعا لاحظوا عندي فيش نوتيفيكيشنز صفر، عندي قوس زيادة قد حمسة. من وين جاي؟ من هنا. طبعا في هاي الحالة ممكن كل البادج الأصفر أخفيه، يعني أنا ليش طالما فيش عندي نيو كاونت فممكن مثلا الاسبان هذه كلها أحطها جوا اف ستيتمنت. إذا كان عندي نيو كاونت بظهر هذه الاسبان اللي هي معطياني اللون الأصفر اللي احنا شفناه في اند اف، يعني عشان يبين انه فعليا فيش عندي نوتيفيكيشن جديده. طيب هنعمل لوجن باليوزر اللي هو رقم 4 وهنشوف النوتيفيكيشنز تبعته، فلازم نعمل لوج اوت من هنا. حاول ندخل على الداشبورد كمان مره بس باليوزر هذا. فوربيدن لانه هذا اليوزر معمول مش ادمن. طيب مؤقتا هنسمح له يفوت كادمن، فبدنا نروح على بياناته اليوزر رقم 4 تمام بيتحول لادمن مثلا. تمام عملنا ريفرش، لاحظوا هاي الثلاثة نوتيفيكيشنز اللي احنا ارسلناهم. طبعا هذا القالب مش ماخذ بعين الاعتبار لو كانت الرساله طويله.
فطلعت برا النوتيفيكيشن. لاحظوا عندي هنا مثلا 14 minutes ago، اللي هي فعليا هذه اللي هي الديف فور هيومنز اللي انا كتبتها. الديف فور هيومنز ممكن حتى اختصرها، مثلا يكتب لي 14 من فقط من دون ما يكتب لي 14 minutes ago لو انا حاب اختصرها كمان. بشكل عام انت بدك تقرا الدوكيومنتيشن تبع الكربون كيف تستخدمه. الديف فور هيومنز بتاخذ 3 argument، الاول انا نسيت ترتيبه مش صحيح، روح الدوكيومنتيشن تبعها، مكتبة الكربون، كربون ديت اند تايم، جوجل بيصلح كل حاجة. هذه هي الباكج اللي احنا بنحكي عنها، لارافيل مستخدماها في التواريخ اللي احنا بنشتغل عليها. ففي عندي مثلا الميثود ديفرنس فور هيومنز، هذه هي الميثود اللي احنا استخدمناها، وهي الدوكيومنتيشن تبعها. في عندي مثلا ممكن استدعي حتى ميثود مختصر short absolute diff for humans، short absolute diff for humans. طبعا diff for humans بتنكتب زي هيك، وممكن نبعت نسبة لايش، هذه هنتركها غالبا null. البارامتر الثاني شوية معقدة تبعته، هذا 3 weeks. هو هنا مستخدم long absolute for humans. نجربها، نستدعي بدل diff for humans ممكن احكي له هنا long absolute for humans. sixteen minutes. في حتى المينتس نفسها بتختصر، اعتقد مش لونج شورت. لو انا استبدلت كلمة لونج بكلمة شورت، الميثود فعلا موجودة زي هيك 16 ام اختصر لي اياها مثلا. هذه طرق لكتابة الجمل. لا انا شايف الام مش كثير واضحة، بس لونج احسن بشكل عام. طبعا لو انا هدول كلهم لما اضغط عليهم هيوديني على الداشبورد. طيب نقطة أخيرة عشان نوقف ناخذ البريك، موضوع مثلا هذه أنا مثلا قرأت النوتيفيكيشن، مثلا عملت كليك عليها فأنا فعليا قرأتها. طب بدنا نحولها ل ريد، نعمل هيك شيء سريع، هو ممكن ياخذ معنا ربع ساعة تقريبا بس لازم نعمله. هنعمل كنترولر للنوتيفيكيشنز، بحيث انه على سبيل المثال ممكن لما اضغط على سي اول نوتيفيكيشنز انا اروح اعرض له باقي النوتيفيكيشنز في صفحه عاديه، هذا واحد. لان الهدف من الكنترولر فعليا مش السي اول نوتيفيكيشن، لانه صار واضح كيف احنا بنعرض النوتيفيكيشنز، الهدف كيف انه انا مثلا لما اضغط على اللينك هذا احوله ل ريد. طيب عشان نميز برضه هذا اللينك انه هذا اللينك جديد، بدنا نحاول مثلا انه يكون كيف بدنا نفحص انه هذا النوتيفيكيشن نيو. نعمل شغلة انه مثلا البادي تبع الرسالة تبعي اذا كانت الرسالة جديدة بدي احطه مثلا كبولد على سبيل المثال. بدنا نعمل نعطي هنا كلاس مثلا، اعتقد ان مثلا في لارا في البوت ستراب لو حكينا فونت بولد اعتقد، ولا تكست بولد export. نجرب بس نتأكد بالأول، تمام. إذا كانت الـ notification جديدة حتكون bold، إذا دي قرأتها هنحولها. فهذا الكلاس بدي أحطه في if statement at if تمام notification object ممكن بيحتوي على method اسمها unread method. هذه اسمها unread، يعني الموديل تبع notification بيحتوي على ميثود اسمه unread. هذا الميثود بترجع لي true او false. اذا كان الرساله غير مقروءه ف unread حترجع لي true. في ميثود عكسها read، read اذا كانت الرساله مقروءه حترجع لي true. تمام، انا اذا كان unread يبقى بدي اطبع التكست بولد وهي جمله الاند. هيك فعليا الثلاث رسائل عندي فعليا هم unread، وبالتالي لازم يظهروا false.
هذا الايرور تبع الفوز صلحناه. هيك طبعا جميع الرسائل ظهرت ك unread. الان هذا اللينك اللي انا حكتبها الموجود هنا بدي احط انا عليه شغله، انه دائما بدي احط وراء علامه استفهام مؤقتا، حام هذا حل مؤقت بس لتوضيح الفكره، واحط وراء مثلا notify او notification مثلا id يساوي، ونطبع قيمه notification id في هذه المنطقه notification id. هيك صار شكل اللينك اللي حيصير هنا. لما اعمل اضغط عليه حيوديني على، او حيوديني على الرابط نفسه، بس بعت لي في الرابط بارامتر في رقم النوتيفيكيشن. الفكرة هان انا حعمل ميدل وير، هذه الميدل وير بتفحص الريكوست، اذا كان الريكوست دائما بيحتوي على نوتيفيكيشن اي دي فانا هيك بعرف انه هذا الرابط تم طلبه من او ضغط عليه من نوتيفيكيشن، وبالتالي بدي احول النوتيفيكيشن هذه الى مقروءه. تمام، هذا من الحلول السريعه والافضل، انه انا خلص هيك انا اليوزر بيروح على الرابط، بس في نفس الوقت انا بحول الرابط لريد بناء، او بحول عفوا النوتيفيكيشن لريد بناء على الاي دي اللي موجود عليها. عشان انت كثير هيك بتروح على بعض الابلكيشن بتضغطوا على رابط معين بتلاقوا حاطط لكم انه انت الرابط هذا ضغط عليه من السايد ناب او من كذا. تستخدم طرق للتراكنج مرات، انه انت من وين وصلت لهذه الصفحه، من اي لينك، من اي منيو. انا مثلا عامل قوائم كثيره لنفس اللينك هذا في اماكن مختلفه، انت من وين ضغطت بالضبط، وعشان اعرف بالضبط انه انت تركيزك كان في هذا المنطقه ولا المنطقه. بس احنا هنستخدمها لموضوع انه انا ضغطت على هذا الرابط من خلال النوتيفيكيشن مسج اللي وصلته. فانا هحتاج اعمل ميدل وير عشان بدي كل مره افحص اذا كان واصلني في الريكوست هذا البارامتر، اروح اقرا الاي دي واحوله الى ريد. فالحل اكيد هو استخدام ميدل وير هنا. خلينا نعمل هذا الميدل وير ميك اسمها مثلا مارك نوتيفيكيشن، mark notification as red. تمام، الميدل وير هذه حنلاقيها طبعا في الميدل ويرز. HTTP ميدل وير هنا. طبعا اكيد اول خطوه حنجيب اليوزر، لان انا بدي اعرف هذه النوتيفيكيشن لمين. او قبل ما نجيب اليوزر بدنا نفحص هل وصلني في الريكوست بارامتر اسمه نوتيفيكيشن اي دي. ممكن اعمل زيك اف ريكوست هاز، ريكوست هاز بمعنى انه بيحتوي على بارامتر اسمه نوتيفيكيشن اي دي. تمام، او ممكن نعملها بطريقه ثانيه، ممكن احكي انه النوتيفيكيشن اي دي مثلا احاول اقرا القيمه من الريكوست. طبعا انا متاكد انه حتصلني في الكويري، في الكويري بارامتر النوتيفيكيشن اي حيصلني دائما، ما بدي اياه يكون في اي مكان ثاني، بدي اياه يكون بس من البارامتر اي دي. طبعا اذا كان موجود حيرجع قيمه، مش موجود حيرجع لي نال. فانا بحكي له اذا كان عندي قيمه في النوتيفيكيشن اي دي يبقى انا هيك في المنطقه اللي بدي احول هذا الاي دي الى ريد. طبعا عشان اضمن انا بغير لليوزر صاحب النوتيفيكيشن، فانا بدي اجيب كمان اليوزر، فكمان حجيب اليوزر من الريكوست. ممكن اطلب اليوزر من الريكوست، ريكوست يوزر او من الاوث يوزر، في الحالتين صحيحات. طب ممكن يكون في عندي نوتيفيكيشن اي دي بس اليوزر مش عامل اوثنتيكيشن، هنا كمان انا ما بدي اغير، فبدي احط تشيك انه لازم يكون عندي يوزر. تمام، اذا كان عندي يوزر، اذا انا حكيت من اليوزر حجيب الانريد نوتيفيكيشنز تبعته، هستدعي اذا الريليشن تبعت الانريد نوتيفيكيشنز. انا ما بدي كل الانريد نوتيفيكيشنز، انا بدي فقط النوتيفيكيشن الاي دي تبعها هنا. فانا ممكن اعمل عليها، على هذا الريليشن اعمل فايند وامرر النوتيفيكيشن اي دي. احنا بنعرف اي موديل بقدر استدعي الفايند، فببحث بجيب لي بجيبه حسب الاي دي.
unread notifications هي ريليشن، بس في النهايه هذه الريليشن هي كويري. انا بدي على الكويري احط شرط انه انا ما بدي كل الانريد نوتيفيكيشنز، بدي فقط النوتيفيكيشن الاي دي تبعها يساوي كذا، فاستخدمت الفايند او ممكن استخدم الوير، في الحالتين صحيحه. طبعا اذا كان في عندي نوتيفيكيشن حترجع، ما فيش عندي نوتيفيكيشن حيرجع لي نال، عشان هيك بروح احط في ستيتمنت اذا كان في عندي نوتيفيكيشن. فايش بدي اعمل؟ بدي احول هاي النوتيفيكيشن الى مقروء. فبحكي له هنا هستدعي ميثود اسمها مارك از ريد على مستوى النوتيفيكيشن اوبجكت. هذا بتعمل فعليا عمليه ابديت على حقل الريد ات، وبتحط بتاريخ في تاريخ القراءه. هيك انا بعمل مارك از ريد. لو فرضا بدي اعمل عكس، بدي احولها لغير مقروء، ففي عندي ميثود اسمها مارك از ان ريد. يعني لو انا عندي نوتيفيكيشن مقروء بدي احولها لغير مقروء، مارك از ان ريد، والعكس احنا بدنا فعليا نحولها الى مقروءه. وهذه الميدل وير صارت جاهزه، انا ممكن اطبقها على مستوى كل الويب جروب. انا هروح على الكيرنل، وهذه الميدل وير انا محتاجها دائما هنا، زي ما عملنا في قصه الابديت يوزر لاست اكتف، نفس الفكره. انا بدي اطبق هذه دائما على مستوى الاب اتش تي تي بي ميدل وير مارك Application. لو انا جيت الان مثلا ضغطت على في الوسط هذه، مفترض الميدل وير تبعنا اشتغل. لاحظوا هي صارت تنتين عندي الجداد، وهي صارت هذه مش مقروءة، وهكذا. هذا كان بالنسبة للداتابيز نوتيفيكيشنز وكيف احنا نتعامل معها، والحلول احنا ممكن نوفرها على اساسها.